مدام أمان معيني صاحبة أمابل بيوتي سنتر، نحن اليوم اوريدي موجودين عندك. عندنا كم سؤال من المتابعين لإلنا، وأكيد أكيد من أفضل منك يجاوب على الأسئلة هدول. أول سؤال مدام أمال، كيف فينا نحدد نوع بشرتنا؟ نقدر نحددها بواسطة الفحص اللي بنعمله على اللوب، وبالنظر كمان بنقدر نحدد بعد خبرة السنين. عنا البشرة الدهنية اللي بيكون فيها كتير مشاكل وحبوب، وهيدي بدها تريتمان كتير قوية. عنا البشرة الجافة والبشرة النورمال العادية. الجافة هي اللي بدها إدراتاسيون كتير ترطيب لما تترهل وتتعب بكير. مدام أمال، فينا نلاقي بديل أو بدائل لمستحضرات العناية بالبشرة داخل المنزل؟ فينا نلاقي، بس بده كل إنسان يعرف شو نوع بشرته تيعالج حاله بالمستحضرات الموجودة داخل المنزل. في أشياء كتير مهمة بتعطي نتائج، بس أكيد أنا بفضل إنه ياخدوا الكريمات اللي موافق عليها بلد المنشأ، لأنه انعملت بعد دراسات كبيرة، ويعرفوا نوع بشرتهم وهن ينقوا اللي هن بيريدوه. نعم. شو هي أفضل مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة الجافة؟ أكيد كل شيء برطبها. في كتير أشياء بترطب البشرة. في عنا هلا اكثر شيء اللي كثير مهم هو الاسيد هيالورونيك، اللي بيرطبها بشكل قوي، ولازم يستعمل بطريقه كثير مهمه. نعم. لانه هو اللي بيعطي النتائج القويه. نعم. كيف فينا نحمي بشرتنا من اشعه الشمس؟ بنحميها بس نحط لها الاكران. الاكران لازم ينحط، لازم يكون هو اكثر شيء بالخمسين، ولازم نحن بفصل الصيف نجدد الاكران كل ساعتين، وحتى بفصل الشتاء لازم نحط اكران لانه بيحمي البشره. نحن ما بنعرف انه بس يكون ما في شمس اوقات بننأذى كانه في شمس، على طول الاكران لازم يكون عبكرة يحمي لنا بشرتنا. نعم. كيف فينا ننشط خلايا البشرة؟ أكيد فينا ننشطها بواسطة المساج اللي بننصح فيه، هو اللي بيشتغل على الدورة الدموية، وكذلك الأمر بواسطة البيلينج. البيلينج اللي بيناسب كل نوع من البشرة، في البيلينج الخفيف القوي والكتير قوي، هيدا اللي بيحافظ على البشرة. نعم. قدي بتتأثر البشرة بأشعة الشمس؟ الشمس كتير مأزية، هي اللي بتسبب أول شيء نقص بالماء، بتصير البشرة جافة، وساعتها بيكتر فيها الريد والريدول والمشاكل، وبتأثر كمان على لون البشرة. في كتير بشرة حساسة، هي البشرة الحساسة دغري بتلقط أشعة الشمس وبتغير لونها، بصير فيها عدة ألوان، وبتعمل التاشات اللي يعني بتتعالج، بس الأفضل إنه يتلي فيها واحد بوضع الإكرام. مدام أمال، كيف فينا نتخلص من الزوان المتراكم بمسام البشرة، وبنقدر يا هل ترى نتخلص منهم نهائيا؟ بنتخلص منهم أكيد بواسطة التنظيف الدايم، النتوياج، بس لازم يكون عند خبير أو عند دكتور، كتير مهم، لأنه إذا ما شلنا هالزوان من كعبه رح يعمل حبوب ويعمل مشاكل بقلب البشرة. علينا أنه ساعتها نعطي شيء بنشف الإفرازات الدهنية. مدام أمال، بنقدر نتخلص نهائيا من الزوان المتراكم بمسام البشرة يا هل ترى؟ البشرة الدهنية هي اللي عندها زوان بقلب البشرة بشكل كتير، هيدا بيكون إفرازات دهنية بتطلع بس تلامس الهواء عم تسود من فوق، وفي إفرازات دهنية بتضل تحت الجلد بتعمل مثل نقط بيض. هودي بنقدر هيدا أكيد بالتنظيف الدايم، أكيد لازم ننظف عند حدا أخصائي، لأنه هيدا التنظيف إذا ما كان معمول مزبوط بيؤدي لعدد من المشاكل مثل الحبوب والالتهابات. وعلينا نستعمل كل شيء بنشف
هالافرازات، وكل شيء بسكر هالبورات المفتوحه كانت بسبب هالزيوان. وفي كتير اشياء، في عنا البيلينج كمان اللي كتير مهم لهالنوع من البشره، بس عليها نحن بنشكرك مدام أمال، وبنشكرك أنك عطيتينا يعني هالقد هالمعلومات القيمة اللي كنا بنجهلها. ميرسي والله يقويكي.